بك بعد عامين من تفاقم الغياب وتماديه، أقنع مخيلتي بأنك ستفتح لي الباب، لكنك لست هنا. هذه هي الحقيقة التي لا أحب. لست هنا، لست هنا. لم يحدث في يوم من الأيام أن أطلق الباب عليك وأنت لست هنا. مع ذلك فأنا أستأذنك الدخول لأتصفحك صفحة صفحة. فمنذ عامين وأنا أقرأك عن ظهر قلب. دعني أتصفحك لأن بي شوقا لذلك، ولم أعهدك تمنعني من شيء، ولم تعهدني أطالب بشيء ليس من حقي. هنا في هذه الغرفة الضيقة الواسعة، ضيقة بحساب المكان وواسعة في أفقها وعمقها، وهي تمتد إلى أقاصي مساحات العلم. هنا سنواتك، أيامك، دقائقك، ثوانيك. هنا كنت تراقب خيوط الوقت إلى أن تبيض فتطمئن وتذهب لتنام ساعتين لا أكثر. ساعتين فقط. هنا في هذه المكتبة وهذا عمرك أمامي، مئات من الكتب. ترى هل كان يعلم هذا الصبي بأنه سيكون عناد غزوان في يوم من الأيام؟ ومعتز، نسيت معتز. آسف يا شيخي ومعلمي وأستاذي، ربما انشغلت بك عنك لذلك لم ألتفت لمعتز. بقيتك وشقيق إبداعاتك وكتبك، كيف لا، وكل كتاب لك كتب عليه تأليف عناد غزوان، كذلك ابنك فهو معتز عناد غزوان. كان يحب الأدباء، وأغلب الأدباء هم من طلابه وزملائه. وعندما يعني قرر أن يذهب إلى انتخابات الاتحاد، كان هو يعني في حالة نقاهة يعني، وذهب إلى هناك وشارك في الانتخابات، وكان متوقع أنه هو نعم يفوز يعني، لأنه جميعهم طلاب ويعرفون مبدئيته ويعرفون طريقه السليم في الثقافة ومبدئيته التي تميز بها يعني. مبدئيته ما كانت مبدأ واحد، ما عنده نوع من التملق أو نوع من المحاباة لأي جهة يعني. وهي السبب كانت في أنه إجماع الأدباء جميعا على انتخابه بالرئيس للاتحاد، وجاءوا عندنا في دارنا وبلغوا بأنه يعني يريدوا رئيس الاتحاد، وهو رغم حالته الصحية اللي كانت تعبانة هو وافق وباشر في عمله. أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيعني احنا ما نعول عليها أي شيء، لأنه هي حتى قطعة ولافتة لرحيلة ما خلوا وزارة التعليم العالي، باستثناء يعني عمادة كلية الآداب وجاء رئاسة جامعة بغداد، السيد رئيس الجامعة والسيد عميد كلية الآداب وعدد من المسؤولين في الجامعة يعني لا ما تعد هذا. إلا قامت جامعات في العراق، جامعة واسط، جامعة الأنبار، جامعة الموصل، جامعة الكوفة، واهتمت أكثر من ما اهتمت بها جامعة بغداد، لأنه الوالد رحمه الله كان ما يأبى على نفسه. رغم تعبه كان يروح إذا أكو مناقشة لجامعة الموصل يروح، مناقشة في جامعة الأنبار وكانت جديدة يعني حديثة التأسيس كان يروح، جامعة الكوفة كان. وكنت أسأل أقول له والدي أنت يعني تعب عليك، قال لا ابني إحنا لازم نسند جميع جامعاتنا الفتية، إذا إحنا ما نسندها
من اللي يسندها يعني. فكان يروح مناقشة في الأنبار، يروح إلى مدينة الرمادي كانت الجامعة، مناقشة في الموصل يروح يصعد القطار أو يصعد السيارة يروح. البصرة كان يروح أيضا قليل يعني، رغم أنه بعيد البصرة كان يروح يعني. واسط أيضا كان يروح. جامعة ديالى اشترك آخر شيء في لجنة الترقيات العلمية يعني، كان أبدا يعني يحب الجامعات العراقية جميعا، وطلابه يشهدوا له، وقفوا له طلابه حقيقة يعني في كل جامعة العراق قاطبة يعني. يعني الألم كان على العراق كله وجامعات العراق جميعا يعني، وكلهم وقفوا إلى جانبه، وكلهم حزنوا لفراقه ولرحيله. كلية الآداب في جامعة بغداد، منجم الأدب واللغة، الكلية التي تتلمذ فيها آلاف المبدعين، أدباء وأساتذة أكاديميين. هذه الكلية بهذا الاسم لا يأتي اسمها دون أن يسأل عن أحد أهم أعلامها، الأستاذ الدكتور عناد غزوان. ولنتفقد ذاكرة المكان، لا بد إذن من زيارة قسم اللغة العربية في هذه الكلية، ولا بد من استرجاع شريط الأوجاع. هنا كنت تعاني من الأميين الذين منحهم أسيادهم شهادات عليا لكي يتمكنوا من النيل منك. ها هو القسم، إني أسمع أنين كل شيء صامت فيه، كأنه سيسألني أين شيخك، لماذا يتم الفكرة في مخيلة الكثيرين من طلبته. آسف يا معلمي، لن أخدع نفسي، فأنت لست هنا. إذن لا بد من العودة إلى قاعة الإدريسي، فلطالما أبحث عنك فأجدك هناك تناقش وتشرف على الكثير من الكفاءات. في هذه القاعة كنت تدب نشاطا وحيوية، كنت تنبض حياة وعلما. ها هي قاعة الإدريسي، وها هو تلميذك الدكتور فليح ركابي بانتظارنا يود التحدث عنك. أما أنا فأحس بمعاناته، من أين سيبدأ وماذا سيقول هذا الذي يحمل من طيبتك الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم، نستذكر في هذا اليوم ذكرى رحيل أستاذ الأساتذة وعميد النقد العربي الأستاذ الدكتور عناد غزوان إسماعيل رحمه الله. لقد كان المرحوم علما شامخا في عالم النقد العربي من خلال آرائه وطروحاته النقدية التي تزخر بها المكتبة العربية والآثار النقدية التي تركها الفقيد مخلدا ومسجلا لنا سفرا نقديا عربيا زاوجة بين النظرية النقدية العربية القديمة والنظرية النقدية الغربية الحديثة، من خلال ثقافته النقدية الواسعة وامتلاكه لناصية اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية. فقد كان المرحوم أستاذا لامعا في النقد وأستاذا لامعا في اللغة الإنجليزية، إذ أنه كان رئيس جمعية المترجمين العراقيين ورئيس لجان المناقشة في الجامعات العراقية في النقد وفي اللغة الإنجليزية. وقد رافقت المرحوم منذ مرحلة البكالوريوس، وازدادت علاقتي به توطدا في مرحلة الماجستير في الثمانينات، فأصبح
الأستاذ الأول والمربي الذي نلتف حوله، إذ أنه كان نبيلا ومعطاء ولا يرد لطالب حاجة حاجة أبدا، فكانت آراؤه ومقترحاته في الموضوعات وفي عناوين الرسائل والأطاريح مباحة لكل من يطلب. هكذا عرفنا الأستاذ الدكتور عناد غزوان إسماعيل وتعلمنا منه الكثير، وقد شغل المرحوم منصب رئاسة قسم اللغة العربية في كلية الآداب، وكان من أبرز أساتذة الكلية من الناحية العلمية والفكرية، وتعتمد عليه الكلية اعتمادا واسعا في مجالات شتى، فهو الخبير في لجان الترقيات، وهو المستشار لدى عمداء الكليات الذين تعاقبوا على هذه الكلية في مرحلة حياته. وقد تعرض شيخنا وأستاذنا الدكتور عناد غزوان إلى الكثير من المضايقات في عهد النظام السابق، وقد كان يقهر أولئك الذين يحاولون النيل منه بعلميته وبطروحاته العلمية وإحراجهم في أكثر من موقف. فحينما تسنم رئاسة قسم اللغة العربية حاولوا الكيد له وأخرجوه من رئاسة القسم، وجرت بعد ذلك مناقشة لموضوعات رسائل وأطاريح الماجستير في رئاسة القسم، وقد عرضت بعض الموضوعات الضعيفة وتعرض لها الدكتور بكل علمية وبكل قوة، وأحرجهم في ذلك الموقف وغير العناوين وغير المسميات. وحينما خرجنا من الجلسة سألته لماذا هذا الطرح، قال إنها بين قوسين بسطة علمية بالعراقي. وعلى أثر تلك المناقشات ووضوح زيف أولئك الذين تسلطوا على الثقافة العراقية وعلى المراتب العلمية العراقية، اضطرهم إلى إلغاء هكذا مناقشات كي لا يتعرضوا إلى إحراج أمام هذا العلم العراقي الأصيل. الأستاذ الدكتور عناد غزوان رافقته في الكلية ورافقته فيما بعد مناقشا علميا، فكان خير جليس وخير سمير في السفر، فكانت النكتة والدعة غالبة على حديثه دائما، ويشتاقه السمار ويشتاقه الجالسون لأنه يمتلك روحا خفيفة. أيتها اللغة المكتفة المحصورة بين الألف والياء، أحتاج كلاما أكبر منك ومني، أحتاج أن أفجر المعنى لكي أجمع من شظاياه جملا جديدة ومناطق جغرافية لم تكتشف بعد على خارطة المعنى. أنا آخر تلاميذ شيخ النقاد العراقيين، الآن أقف مكتوف الكلام مذهولا أمام بانورام الغياب. اتصلت بالدكتور أمير الذي كنت مشرفا على رسالته في أيامك الأخيرة. كان أستاذ جيلنا في النقد الأدبي ومثلا أعلى في فكره وفي سلوكه، كان لا يفرق بين طالب وطالب ولا يميز، كان بشوشا دائما طلق الوجه، كلما جئته تراه متهللا يستمع إلى طالب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ويأخذ بآرائهم، كان لا يلهيه عن طلبته شيء، فإذا ما حصل ما يلهيه في قسم اللغة العربية فإنه يقول لطالبه: ولدي ائتني إلى البيت ومعك البحث لنتناقش به. رغم ما حصل له من مضايقات في زمن النظام السابق،
لأن هذا لم يلهيه عن علمه. كان دؤوبا يحضر أكثر المؤتمرات في بغداد وخارجها، وطلبته كلهم أساتذة كبار في جامعات العراق متوزعين بين الجامعات، حتى أنه كان يناقش في كلية الهندسة المعماري، والطلبة الذين أشرف عليهم موجودون لحد الآن، لأنه كان يجيد اللغة الإنجليزية. كان رئيس جمعية المترجمين العراقية. تخرج رحمه الله وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة درهم في المملكة المتحدة عام 1962، على مدى 42 عاما يدرس اللغة العربية، الذي يؤيد أن علمه كان جما غزيرا وجود المؤلفات الكثيرة له والندوات التي يحضرها وبحوثه الكثيرة الجادة، والذي يؤيد سموه في فكره وفي خلقه احترامه لطلبته. لقد كنت آخر طالب أشرف عليه في مرحلة الدكتوراه، تعرض لأزمة طبية مؤلمة جدا طرحته الفراش فتألمنا عليه، ووافق في ذلك اليوم مناقشتي للدكتوراه وهو مشرف عليها في 22/4 من عام 2004. فجئت أسلم عليه، قلت له: أستاذ، ستكون المناقشة في هذا اليوم وجئت لأبشرك. فقال: سآتي معك يا دكتور. قلت له: لا لا، إنك مريض جدا، لا تتحمل. قال: لا، يجب أن أحضر. هذا الرجل العالم لا يمكن أن يجازى، أو لا يمكن أن نجد شبيها له في وقتنا الحاضر. يعني تحمل الألم والعذاب وحمل على أيدينا في سيارة، وأتينا به مع باكورته إلى المناقشة. قال: هذا منبر شريف يجب أن أجلس عليه. فجلس مشرفا مستمعا على مدى 3 ساعات، ثم ختم هذه المناقشة بكلمات رائعة جدا، كلمات علمية أفادنا بها، فكانت آخر منبر له في 22 من نيسان عام 2004. جلس هذه مناقشتي الأخيرة للدكتوراه، وكنت فرحا وتشرفت به أستاذا وأخا وصديقا وعالما جليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الفاضل الدكتور عناد غزوان المحترم، الموضوع طلب لسماع صوتك بحق العذابات التي عشتها في كنف الطارئين، بحق الجموع من محبيك الذين هبوا لتشييعك. أرجو التفضل بمنحي فرصة لسماع صوتك، أدامك الله في وجدان محبيك طلبة وأدباء. الأدب من الخارج أو الأدب في الخارج والأدب في الداخل، ما كنا نألف هذا التعبير قبل 3 عقود، ولكن الغربة والاغتراب اللي هو الاستلاب جعل من الخارج شيئا يختلف عن الداخل. فإذا أردنا أن نتحدث عن الأدب، يبقى الأدب الإبداعي الأصيل سواء أكان خارجيا أم كان داخليا هو الذي نسعى إلى تحليله وإلى إثبات هويته. الشاعر العراقي الذي وجد على سفوح جبال الألب يختلف عن الشاعر العراقي المسكين الذي يعيش على سفوح الصحراء، ولكن يلتقيان في نقطة واحدة، أن هذا الشاعر العراقي الصحراوي وهذا الشاعر العراقي الجبلي يلتقيان في مدى إبداعهما فيما ينظمان أو فيما يكتبان. شكرا لعطفك، شكرا. هل تتذكر هذه المحطات؟ كيف قطعت كل هذه المسافات من الذين شاركوك الحب والشبه؟ الدكتور محمد حسين الأعرجي جاء ليراك. لا يكتسب الدكتور عناد غزوان مكانته في نفسي من جانب واحد، وإنما من جوانب: الجانب الإنساني، وقد سبق لي أن قلت قبل لحظات أنه من أصدقائي الأعزة القلائل، بل
إن علاقتنا بلغت من المتانة والقوة بحيث كان يتصور كثير من زملائنا في كلية الآداب أننا أشقاء، أننا شقيقان، ولكنهم كانوا يحارون أن كيف يكون هو الدكتور عناد غزوان إسماعيل وأكون أنا محمد حسين الأعرجي، فأعلل ذلك مازحا بأنه يحب أن ينتمي إلى جده وأنا أحب أن أنتمي إلى عائلتي. ومن مصادفات القدر العجيبة أنني حين عدت، وقد قلت هذا لابنه معتز، أنني حين عدت إلى العراق عدت وكأنني أنا الوريث الشرعي له وليس أبنائه، فقد أعيد تعييني في كلية الآداب بدرجة الدكتور عناد غزوان، وقد ذكر هذا في قرار إعادة التعيين، وشغر منصب رئاسة تحرير مجلة المورد بوفاة الدكتور عناد غزوان، فاختارتني وزارة الثقافة لكي أكون خليفة له، وهكذا كان. ومن هنا قلت كأنني أنا وريثه الشرعي وليس أبناءه، وهذا شرف لي. هذا جانب من جوانب الدكتور عناد، وهو جانبه الإنساني. ومن جوانبه الإنسانية العلمية، لأنني أريد أن أتحدث فيما بعد عن جانبه العلمي، من جوانبه الإنسانية العلمية أنني لا أتذكر أن طالبا من الطلاب، أعني طلاب الدراسات العليا، قد كتب رسالة وكتب ملخصها باللغة الإنجليزية ولم يساعده الدكتور عناد غزوان في تنقيح هذه الخلاصة وفي إعادة صياغتها بحيث تبدو متينة بليغة باللغة الإنجليزية، وقد صنع هذا معي أيضا. ولهذا قلت لا أظن أن طالبا كتب خلاصة باللغة الإنجليزية لم تمر على يد الدكتور عناد متبرعا متطوعا، لأنه لو كنت أنت الذي تكلفه بهذا لكان ذلك مفهوما، ولكن أن يتبرع الرجل وأن يتطوع الرجل بالمراجعة فذلك شيء إنساني علمي. الآن يا شيخي أعني عليك وخذ بيدي، الآن يا شيخي أعني عليك وخذ بيدي كلماتي لكي ترقى إلى مقامي من أطعمني الحب، كيف يمكن لي أن أسمعك توجهني؟ أنا ما زلت وحدي منذ أن تركتني في قارعة القصيدة، فمنذ أن فقدتك وأنا أفتش عنك، عن الكلمات أفتش عنك، أفتش 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 عنك. دخلت أفتش عنك هنا، إذن فابتسم لي فهذا أنا، ودع لي عصاك، لأن الظلام شديد وأن عصاك السنا. دخلت وجدتك تطعم صوتي وقد لا أحبك، لأن أحبك تعني احتوائك، وتعني بأني بعد انطفاء اشتياقي إليك سأنسى ضياءك. أتيت أفتش عنك أمامي، أنا أول التائبين لديك، سأختل إن لم تعد يا إمامي، وأقسم أن لا شريك لحبك، لا أحبك يا مستمرا، لا أحبك يا مستمرا، توقف عطفا على الآخرين لكي يلحقوا، لأنك أنت الكلام الكثير وهم في بداية أن ينطقوا، ورغم التوقف لن يلحقوا. فقد كنت تمتد
تمتد بين الجفاف أصابع ماء وتصبغ كل ثياب السكوت بلون الكلام. لذلك كنت الكلام المبلل، كان وقوفك يعني المطر، ونخطئ جدا وتعفو وتمحو، وكنا إذا ما نجوع نحبك حبك قمح، وكنا ننام على خوفنا، وصوتك يعني نفز ونصح، وهذا مكانك. إني أراك أيا شامخا حين رمت الصعود إليه تواضع حتى انحنى، أحن إليك وأبصر كفك تومي إلي، فأركض علي أبوس يديك أيا آخر الماء، عد للشفاء. فمن قاعة أجهشت بالحضور أنادي عليك أياما تحليت طول الظلام بأخلاق شمعة. سلام على الحزن، كم من أديب تحول دمعة. أنادي عليك وأركض خلفي لعلي أراك، وأخدع عيني بأنك قربي، نعم ها هناك. وكيف أوافق أن لا أراك ولا نلتقي؟ تحدث قليلا بوقت التنفس، كيف يموت الهواء النقي؟ وها أنت رحت فماذا بقي؟ Thank you.